يبعثونها الفاكهة مع أصدقائهم. نهار من نهارات قرروا باش يزوروها، وهما يزوروا فيها لاحظوا الخوص الصغير اللي أمه بدات هزيلة وضعيفة. عاد سألها قالها يا أخي ما تعجبكش الفاكهة اللي نبعثوها لك؟ عاد قتلوا أنا ما تجيني حتى فاكهة. عاد وقتها فهموا اللي الأصدقاء كانوا خانوهم وهما اللي كلاو الفاكهة، ومن وقتها ولاو هما يعتنيوا بأمهم ويوصلوا لها الفاكهة. ونهار من نهارات جا صياد وحب باش يقتل الأم. عاد جاي الخو الكبير قالوا ما تقتلش أمي واقتلني أنا. طمع الصياد وقتلوا، بعد اللي زاد الطمع في الأم. عاد جاه الخو الصغير قالوا اقتلني أنا وما تقتلش أمي. عاد زاد طمعه ولا قتلوا وزاد قتل المرأة. وهو كي راجع يلقى داره محروق، عاد بهد وخاف. عاد قالوا جارو راهو دارك تحرقت ومرتك فيها وولادك. عاد فهم الأعمال الشريرة شنو جابت. إن شاء الله تكون القصة عجبتكم. إلى